وصلنا لاخر تحدي مع اخر درفتر من المصريين بالدريفت جيم. عندنا هلا معتز عاطف. معتز انا بالنسبه لي هو طبعا الدريفتر، محقق بوديومات كثير كبيره ان كان ببطوله مصر او بريد بول كار بارك دريفت، بس انا معتز هو موجود معايا اليوم لانه هو من مؤسسين الدريفت، انا بعتبره من مصر. اعتمدت انا ريد بول كار بارك دريفت وقتها بمصر. مين اكثر واحد ساعدني بوقتها؟ شخصين، معتز عاطف وشادي وسامة. صحيح. كرمال هيك انتوا يعني لكم معزه كثير حلوه، انت حلو انك تعمل دريفتنج، كرمال هيك انت موجود معنا اليوم. يعني هو جاي حاسس ان هو مضغوط لان هيثم وهشام عملوا شغل حلو، علوا المستوى جدا وهم في الصداره دلوقتي. طيب صحيح. ما تلعبها سيف، منا موجودين نلعب سيف. اتخيل ان ممكن افاجئكم، اتخيل. اول تشالنج هلا، اول تحدي عندنا اياه هو البارل تاب. عندنا برميل بداخل دايره، عرضها هو السيركمفرنس تبعها حوالي المتر عم نحكي. عندك ثلاث محاولات بدك تحاول، انت عم تعمل درفتنج على الجير الاول، انك تضرب البرميل بطريقه كثير خفيفه، لو طاح قلب او زاح مهم يضلوا داخل هذه السيركل. اوكي يلا جود لك مان. ثانك يو. شو بتقول وكيل؟ تكنيك جديد ده. ايه هذا تكنيك جديد احنا عم نحضره، بس نصيحه، بلش الدريفت ابكر. ما تبلشوا مؤخر كثير لانه راح تزيد الانجل كثير. يلا مان. حاولت ابقى بعيد على قد ما اقدر، بس بعدت سنه زياده ما لمستوش. هاندري بيدريفت متاخر، بيدريفت متاخر قوي. حلوه بس ضربه قويه. ضربه قويه جدا طبعا. اوكي شوي بس اكمل دريفت عملته صراحه. قدرت تعملها وصبت البرميل مرتين، بس اوكي كانت ضربات قويه الحمد لله. بس رجع معتز عاطف نحن بنعرفه. براكتس بقى بسرعه كده. 100% روحوا حضرتك. يلا رح ننتقل على التحدي الثاني اللي هو هلا عندنا خمس براميل، نحن بدنا نعمل سلالوم درفت عليهم ونشبق الخمسه بالجهه الخلفيه للسياره. التوتال تبعها كلها كمان 20 نقطه، كل برميل هو 4 نقاط. اوكي يلا ريتس. شاطر يا مزاميز وشاطر. في درفت، في درفت، ما في شيء، ما في شيء. اوكي واحد بقطع له اياه، هيدا ماشي واحد، هيدا لا راح جاي. هذا رح نعتبره انه صابوا هن اثنين، لانه هن الثالث اللي صابوا هو كان رايح ستريت. اثنين بس اللي حصل ان انا كنت داخل فيرست جير مهدي شويه، لما حطيت السكند جير العربيه ما كانتش قايمه قوي، ف خبطت اول واحد، تاني واحد جلست يعني عدلت دبرج او دبل كلتش، وصلت للثالث والرابع، في واحد فلت وواحد في الاخر لمسته خفيف. حقيقيا صبت ثلاث براميل. أوكي. بس في برميل عدلت، كنت عدلت سياره قبله بفتره كثير طويله، نحن بالقانون هذا ما رح نحسبه. اوكي كرمال هيك عندك برميلين. اوكي والنتيجه صارت 8 من اصل 40. اوكي يلا خلينا ننتقل هلا على نفس التحدي اللي عندنا يا قريب عليه كثير، بس هلا في عندنا الجيتس. كمان عندك خمسة جيتس. اوكي او كليبينج بوينت، كل واحدة 4 بوينت وكل واحدة كمان 4 بوينت. شفت كيف حافظ درسك؟ اوكي طلعتينا 20 نقطة. يلا معتز، ودي الحتة الضيقة اللي أنت بتحبها. دي مش ضيقة أوي. لا الضيقة، لا أنا مش ضيقة أوي. ماشي أنت حر. حلوة مع سبن. يلا كمل كمل يلا مان كمل كمل. اوكي اثنين كمل ولك البطل. هي مش هنحسبها. انا مش عارف نحسب ايه اساسا. رح نحسب اثنين. قابلت نفس المشكله اللي حصلت بالبراميل، ما كنتش دايس كويس، فالعربيه ما بتبقى مش واخده سرعه كويسه، بتبقى في الدريفتنج اصعب، فبتجلس بتعدل. خبطت تو كليبنج بوينتس بس من الخمسه. ليه عملت على الجير الاول؟ عشان ما نقلش جير ثاني. من الاول. بس ليه عملت سبن؟ هو على جير اول يعني انت سرعه ابطا. كنت دعس او دايس كثير. كنت فاتح قلبك وهاجم كثير، كان بدها بس تتروى شوي، بتحط جير ثاني من بعدها وبتكمل ثاني ثاني ثاني، مش مشكل. كل اللي رجعت عملته انت، رح نحسب لك نحن اثنين جيتس او اثنين كليبس من اصل خمسه. اوكي. سو كمان بتاخذ ثمان نقاط. يبقى 16. صار عندنا 16 نقطة من اصل 60. اوكي. اوكي؟ حلو حلو. شو؟ يدخلوك اداب. معتز هلا رح ننتقل للتاورز، الابراج اللي فيهم هن البراميل فوق بعضهم، بدك تعمل دريفت بيناتهم.
بدي اطلب منك انك تقوي قلبك وهونيك تروح بسرعه، لان لو ضربت بدي اياك تفرجينا شو حلو على اليوم. انا بقول يفاجئنا لحسن الشمس يعني قورت نفخنا، فانا عايز بقى المفاجاه، يعني شايف ان المفاجاه جه وقتها دلوقتي. يلا يا مان الله يكون معك، جير اول جير ثاني بلش الدريفت بكير وبتقطع من هدول بيناتهم اثنيناتهم، ما تنسى من بعدها في عنا الراوند اباوت الدوار وتوقف. حلو معتز، سرعه طبيعيه. هندري 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 راح عليهم راح عليهم. ارجع ارجع يا بابا، ارجع ارجع يا بابا. سرعتي ازيد شويه، لقيت ان انا مش عارف اعدي من التاور الثاني، فخرجت بره عشان ما يحصلش اي دمج. لو خبطت البارلز كانت هتيجي على الناس اللي واقفين، ورحت خارج بره خالص ورحت عامل لوك للفرامل عشان اقف. حسيت لو دوست هاند بريك ممكن تلف، فما شدتش عشان لفت معاك مرتين فتعقدت، قلت بدل ما تلف بس ما تقلقش ولقيت تترد على البارد، مفيش حاجه هعملها دلوقتي. يلا يعني معلش يا مره رجع، نحن لكان ما عندنا الا 10 نقاط اخذنا على هذه، لانه اول جيت كان عامل تقريبا دريفتنج واخذتها. الثاني مع انك ما ضربتها بس رحت ستريت فيها وكملت من بعدها، سلمت على الجيران فاخذت فنجان قهوه، لكن 10 نقاط نحن هلا اخذنا، وكان معنا 16 نقطه قبل، صار التوتال 26 نقطه من اصل 80. من اصل 80 مزبوط. مفضل انه انت هذه الشغله هلا البارلل باركينج بقلب البوكس. كل الشباب المصريين ما شاء الله عليهم الكل اخذوا فل، يعني هيدا انتم عندكم اياها بالدي ان اي انه كنتوا تعملوها تحت يمكن تحت البيوت. لا معتز محترم بترجاك معتز انه نعمل هذا الشيء هلا وتبيض لنا هالصفحه. حاضر اوكي. اخر تحدي لمعتز وبلش فيه بضغط، انا شايفه. الو معتز، بيرفكت مان، حلم ما ضربت ولا باي برميل. طلع مان ليك هون شو قريب على البرميل الخلفي، هي ناقصة حاجة واحدة، كان ناقصة شغلة كتير صغيرة. شو هي بس؟ ان هي تبقى جوه. ما خبطتش في حاجة، أهم حاجة ما خبطتش، هي بيرفكت. يعني أكتر محل بيكون في بروكسيميتي بينه وبين برميل. تعال تعال شوف هالجهة دي، في معانا على القد يمكن 5 أو 7 سنتيمتر. اوكي بس الفرق انه بعيد شيء 200 متر عن البوكس، هي مفترض تكون في. عدوا عدوا عدوا، حرام. الرفرف الشمال داخل جوه. يعني اذا بدك جنب اليمين داخل جوه. اذا بدك يعني هو جنب اليمين الضوء الاشاره، سوري الاشاره. الضوء العالي، لا الضوء العالي جاي برا. الضوء الواطي يمكن في شقفه منه فايته لهون. هلا الدولاب اليمين نصه كمان جوه، 2 تريدز فايت لجوه. واللي ورا كويس كويس حلو. كده كويس قوي. تاخد كده عليها كام؟ 5. انت اعطي حالك قد ايه بدك. لا لا ولا شيء ولا اي حاجه. احنا اهم حاجه سيبك من كل اللي حصل النهارده، اهم حاجه ان انت كنت معانا. والله ده شرف كبير لينا. والله كنت معاكم، ده شرف ليا اصلا. معتز من اول ما اتكلمت معاك انا وانت شو قلت لي؟ قلت لي عبده طب ليش انا؟ قلت لك انا نحن انا طالبين هذا الشيء كرمال هاللحظه هيدي، لانه نحن هون عاملينها دريفت جيم، دي لعبه، عم نعمل لعبه دريفت نحن تنتسلى كلنا مع بعضنا، واكيد المشاهدين حتى يضحكوا وينبسطوا. طبعا انت فرجيتنا شيء ما كنا متخيلين رح نشوفه. شفنا اشياء كثيره بقى. انا بتشكرك من كل قلبي على هذا الشيء. بدنا نرجع نذكر نحن انه بالنهايه نحن في عندنا هيثم سمير قدر يكون معه 76 نقطه، وهشام الخطيب كمان معه 76 نقطه. يعني هذا الشيء اللي اكد لنا هلا انه رح يكون في عندنا بالفاينل تبع دريفت جيم 2 من جمهوريه مصر العربيه.